السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غنبداو الحلقة الثانية من حلقات ديال الدروس ديال اكسل بور الباتيمون. غادي نشوفو جوج ديال لي زيكزامبل، هما لي بوردورو ديال الميتري. الاولاني هو البوردورو ديال لاسي، الثاني غيكون جينيرال، يعني تخدم فيه ايلو اللي فيه اللي كيخدم لك فيه ايلو، يعني لو نقدر فيه متر لينير، متر كاري، والمتر كيوب. غنحاولوا نشرحوا. المهم هاد الفيشي الثاني اللي عندي ماشي ديال واحد الصديق ديالي، صيفطوا ليا، قريته شويه، فيه دي فونكسيون كبار بزاف معقدين، غنحاول نبدل فيه، نحاولوا نبدلو فيه مجموعين، نبدل فيه باش نعطيكم دي فونكسيون اللي ساهلين تقدروا تخدموا بهم دغيا، تحفظوهم دغيا وعملي، فيشي عملي. اول حاجه نبداو بسم الله فيشي الاولاني، هذا فيشي بوردورو ديال لاسي، ساهل بسيط، كلشي كيعرف هاد الطابلو، هذا فيه النومبر ديزينياسيون شنو غنخدموا بها. انا عندي لي زيكزامبل هنا صايبتهم وغادي نشرح لكم. عندي هنايا لي بار ديال الطور، طبعا الليس مبقاش، اغلبيه ديال لي فيشي اللي كنقراو في ليستيا فيهم الطور والليس، الليس مبقاش محيدينو، كان فيه 5 و 6. الطور عندنا فيه 6 8 10 12 14. المهم غنخدمو، الا جينا نخدمو سامبل غنلقاو عندنا فونكسيون وحده هي التوتال. التوتال كتساوي عندنا بارسييل في النومبر ديال الحديد اللي عندي، وعندي الديامتر هنا لا راجو دي لا راجو ديفلوبي اللي مكالكوليا، يعني باش اش كنعمر انا كنعمر هادشي كامل. كنمشي نشوف عندي الديامتر ديالي هنا كنحطو هكا. انا بغيت لا ما بغيتش نخدم كيما كنخدم ورقه والسيلو، غنخدم دي فونكسيون، يعني هاد البلايص هاد لي سيل كاملين يعمرو ليا اوتوماتيكمون. نعزل انا الديامتر يعطيني ولي البلايص يعمرو اوتوماتيك. اول حاجه غنديرها باش نوتوماتيزي، انا خصني الحاجه اللي نديرها اللي مهمه عندي هو نوتوماتيزي اكثر، يعني نحاول نقلل عليك الخدمه. ديامتر بلاصه نبقى نكتبو، وصبي نكتب 6 هنا. كاين حاجه وحده، حاجه اللي يمكن ليا نسيليكسيونيه، كيفاش يمكن ليا نسيليكسيونيه؟ هو خصني نكريي واحد ليست دوغونوت. انا نوريكم في ليكزومبل، انا عندي مثلا عندي هنا، انا بغيت نوصل لهاد القضيه هاك، نوصل هاك. راك شتو هما كيفاش تيعمرو هنا اوتوماتيك، بدلتي زعما ديال الحديد كيتبدل لك البلاصه، يعني غيتبدل الكالكيل. هذاك خصني نكبر لازم الشباب ماشي غلط كا وتكالكي سهل. اول حاجه غندوي بها هي هاد لا ليست دي غورج. المهم انا عندي اكزامبل، عندي فيرسيون اونغلي، ولكن حتى هي بسيطه. عندك هذا الاكسل حفظتيه، تخدمو حتى بالشينوية تخدمو هنايا. اول حاجه غنديرها هي غنكتب لي باغ اللي عندي، عندي لي ديامتر 6 8 10، نمشي هاك. طاش ندير 20 25، هادو هما اللي خصهم يكون عندي ديامتر. كيفاش يمكن لي نديرهم؟ سهله، كنمشي هنا، كنمشي للداتا، كندير فاليداسيون دو دوني هي اللي كاينه هنا، كندير يعني شنو عندي خص الليست اللي باش يدخل، واش ديسيمال ليست دات وقت النومبر كامل. انا عندي ليست، غنعزل ليست اللي بغيت نخدم عليها، كان كليكي اوكي سامبل، ولي عندي القضيه سهله. صح، نشد هاد لو بوين هذا ونهبط لهنا، شنو عندي؟ هاهما عندي كاملين، مبقاش تحتاج نكتب 6 اوتوماتيزي. دايما 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 نقلب اوتوماتيزي. شنو عندي هنا؟ أنا عندي 6. انا نعطيكم فونكسيون اللي خدمنا بها الاولى في الفيديو اللي قبل، اللي شاف الفيديو قبل. عندي فونكسيون سي، كنت هضرت واحد المره في واحد الموضوع اخر على فونكسيون سي امبريكي، ما غنحاولش نخدم بها هنايا، غنحاول في المثال الثاني نخدم سي امبريكي. فونكسيون سهله، اشنو عندي؟ عندي هاد لي بوين هما لي ستابل، وهادو ستابل. الكالكول ساهل، لو نومبر فوا لي بارسييل
في لا لونغور ديفلوبي او لا توتال في لا لونغور ديفلوبي. انا عندي هذه خادم بها. هاي شنو عندي توتال كيساوي يمكن لي بغيت نبدا فونكسيون ندير بلوس ندير ايغال ايغال لو نومبر فوا بارسيال. خذا ما عنديش بوان نحطو هنا واحد ها بارسيال كما كان اكزومبل هاي كات عندي هنا وديامتر لو نقول ديفلوبي عندي مثلا هنا خمسة وخمسة فاصلة فاصلة كلاش كالكيل ديالي ساعد شنو عندي عندي فونكسيون اللي هي سي ولا اف اون انجلي اف شنو هي شنو عندي يقول لك هاك تيست لوجيك تيست لوجيك شنو هو هو هاد لا كاز شكون كتساوي ليا لا كاز سهل هاد ستة اللي غتبقى فيكس انا غنحاول نفيكسيها لو اش باش ملي نبطها كما يهبطش كيفاش كنفيكسي كنفيكسي هو كندير دولار لو ويت هبط 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 اوب نمشيو اكزومبل نمشيو الفيشي اللي خدمته من الاول باش نوريكم نشرحو به بلا ما نضيع الوقت اشنو عندي سهل عندي انا ما اكزومبل هذا اكزومبل سهل ماشي شي حاجه اللي فيها كالكول صحيح ولا شي حاجه سمي بوطو كادر عندي لو نمبر ديالهم 5 دي المهم هذا الكالكول متر ديالكم لي بلو البارسيال ديالهم شحال كاينين باغ باغ اليمون يعني غنضرب لو نمبر يعطيني توتال سهل هذه فونكسيون سهله ايغال فوا ضرب والناقص والزائد دائما تضرب سيكسيوني 14 سيكسيوني 12 غيجيني هنا عفوا باش كنبدا شنو راه عندنا لا فونكسيون ديالنا كيما هكا شبو غتساوي لنا ديامتر الا كانت كتساوي ديامتر يعني لا فالور فغي اش غنديرو غادي نخدمو على هاد لونغور ديفلوبي فوا توتال دونك ما كاين والو علاش ما عملنا حتى حاجه حيت انا ما سيليكسيونيش السيز الا بغيت نكمل هاد لا فونكسيون غندير شي حاجه هنا ولا ندير مثلا مثلا شي حاجه على انها بلاصه خاويه باش تبان لينا مزيان ها هي هاد البو عندي بان ليا خاوي شنو غندير الا جريت هاد لابارتي هنا غتعطيني دي زيرور انا ما باش ليا دي زيرور علاش حيت مازال عندي البلايصه عامرين هنا ولكن الا جريتها بلا ما نفيكسي دي بوان اللي شنو هما عندي هاد البلاصة هنا غنفيكسي الويت باش هاد البوان ديما كيبقى فيكس عندي بوان كيبقى فيكس هاد البوان هذا شنو غيبقى فيه فيكس غيبقى فيه لي لاتر هما هاد يعني غنفيكسي هاد البوان هادو ديما كنفيكسي لاتر الاولانية كان فيكسي هذا وكان فيكسي هذا عفوا و نخدم نجر هنا بقات عندي هذه كيما كانت يعني الفونكسيون ديالي راه خدامه نجر هكا سيس لين كامله ونهبط هكا دود 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 عندي لو قلت هنا عليها مثل سنتين نجربو واش خدامة ديال مثلا ناخد كوبي ديالنا عندي كوبي هنا حطو حطو ما عنديش لا لونغوا ديفلوبي نحط انا مثلا شي باطي ناخد شي حاجة شي باطية سعود المهم ها كنحط دي بونس ها كنحط صفر اش غندير نبدا نبدل 14 16 تحولت لسيز نشوف إذا تحولت ل تحول لفانسانك فانسانك كاين سيس عطاتني سيس هكدا كنسهل عليا المأمورية في بلاصة ما نبقى كل أنا مرة نحسب نعزل لا هادي سيس هنا كاين سيس هنا كاين الويت هنا كاين جوج حوايج كندير ليست فونكسيون سي
هاد لا فونكسيون الاخرانيه راه شي حاجه اللي كلشي عارفه، هي بليس لا سوم. سوم كاينه سوم اوتوماتيك هاي هنا، ما كنستعجل راسي كنحط الكيرسور ديالي هنا سوم اوتوماتيك. حط هادو دي بوا بوا بارامتر لينير، هادو غنتاخذهم هادو عندك ماشي شي حاجه اللي كتخرجها. كالكول عادي توتال وانت سيتي فيش ديرك. المهم بلا ما نطول عليكم، المره الجايه ان شاء الله بان لي الفيديو طولت فيه وشرحت فيه بزاف، الفيديو ان شاء الله غيكون هو البارتي الثانيه واللي غنشرح فيه هذا فيه ما يدار فيه الخدمه، راه كما كيبان لكم لي فونكسيون تبارك الله راه دي فونكسيون سي و اي فونكسيون سي ام و اي ام بريك. غنحاول نسخن، ما نخدمش بالسي و اي، غنخدم شي حاجه اللي بسيطه، غنحاول نموديفي دي سيلول هنا، نموديفي دي سيلول ومن بعد نكاشيهم وان شاء الله وشي حاجه بسيطه وعمليه. شكرا على المتابعه.